بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم أمام مشهد مروع ومخيف ومرعب من تدمير المجمع الأكبر في فلسطين وفي قطاع غزة، مجمع الشفاء الطبي. مجمع الشفاء الطبي الذي بسعة سريرية 750 سرير وبغرف عمليات تزيد عن 26 غرفة عمليات، وعد حجم وعدد المترددين على هذا المجمع سنويا يزيد عن ربع مليون نسمة لغرف الطوارئ، وبإجراء ما يزيد عن 17 ألف عملية سنويا. الآن بعد هذا الحصار الرهيب والمدمر لمجمع الشفاء الطبي، نعلن في هذه اللحظة أن مجمع الشفاء الطبي خرج إلى الأبد عن العمل، خرج إلى الأبد بحجم التدمير الكبير في منشآته، في أجهزته، وفي كوادره الطبية. اليوم شهدنا دفن أحد مدراء دوائر الصحة في قطاع غزة، مدير دائرة الصيانة المهندس بهاء الكيلاني، مدير دائرة الصيدلة هنا في هذا المجمع الأخ زاهر النونو، وأيضا أحد شهداء العمل الطبي في محيط مجمع الشفاء الطبي، تم استشهاده مع والدته دكتور أحمد المقالمة، دكتور جراحة التجميل الشهير. أيضا في هذا المجمع هناك العديد من الأسرى، كلفت في هذا المكان في 14 يناير لأكون مديرا مكلفا لإدارة مجمع الشفاء الطبي، خلفا للمدير دكتور محمد أبو سلمية الأسير لدى سجون الاحتلال، ربنا فيك أسره. منذ بداية يناير أعدنا بعد حصاره الأول لمجمع الشفاء الطبي، عملنا على أن يعود العمل في مجمع الشفاء الطبي. بدأنا العمل في أقسام الطوارئ، وفي ثم العنايات المركزة، وفي ثم العمليات أيضا بالحد الأدنى لكي نقوم بخدمة أهلنا، وبالمختبر وبالأشعة وبمركز غسيل الكلى الذي يخدم 450 مريض في هذا المجمع. الآن حجم التدمير من الخارج ومن الداخل مهول جدا، لقد دمرت بنايات مجمع الشفاء الطبي بالكامل، لم يعد لدينا مكان لاستقبال المرضى، لم يعد لدينا مكان لإجراء العمليات الجراحية، لم يعد لدينا مكان للعنايات المركزة، لم يعد لدينا مكان لإجراء الغسيل الكلوي. المختبر المركزي والرئيس في مجمع الشفاء الطبي وفي وزارة الصحة الفلسطينية أيضا حرق بالكامل، مبنى الإدارة حرق ودمر بالكامل، جميع مقدرات هذا المستشفى دمرت بالكامل. يعني في هذا اليوم يعني لا نعرف أين نداوي جرحانا، لا يوجد الآن في قطاع غزة بالكامل وفي شمالها وجنوب في شمال قطاع غزة وفي مدينة أو في محافظة غزة أي مستشفى حكومي يقوم بعمل مجمع الشفاء الطبي. هذا المستشفى كان منارة تعليمية، كان مستشفى تعليمي معترف به من قبل المجلس العربي للتخصصات الطبية، الآن أصبح عدم. يعني أين الكوادر الطبية تقوم بالتعليم الطبي الآن بعد انهيار مجمع الشفاء الطبي؟ سوف نبحث عن البدائل من أجل خدمة أهلنا وجرحانا ومصابينا، لكن نقول الآن بالفم المليان أن مجمع الشفاء الطبي بحجم التدمير الكبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي لخرج عن العمل تماما، لا يمكن العمل مجددا ولا يمكن إحداث أي ترميم. هذه المباني الآن آيلة للسقوط، من الخارج هناك تدمير لكن من الداخل هناك تدمير أشد. لقد تم تفخيخ مبنى الجراحات التخصصي من الداخل، سوف ترون الطابق الأسفل، الطابق السفلي والطابق الأرضي مدمر بالكامل. هناك تدمير يعني ممنهج لعدم وجود حياة أو نظام صحي في شمال قطاع غزة، في محافظة غزة وفي محافظة الشمال. لم يتبقى لنا الآن سوى القليل القليل من القطاع الصحي لهذا العمل، وهو مستشفى كمال عدوان بالشمال. الآن نحن بحاجة إلى مستشفى ميداني عاجل من أجل معالجة مصابينا وجرحانا في قطاع غزة، بحجم كبير بحد أدنى 180 سريرا، لا يوجد أي سعة سريرية في مستشفيات قطاع غزة بهذا الحجم حاليا. مستشفى الشفاء كان يغطي الكثير الكثير من الخدمات في قطاع غزة وفي عموم قطاع غزة. يعني في هذا المجمع يعني من استشهد من الطواقم الطبية ومن النازحين، وأيضا هناك المفقودين، أيضا وهناك الأسرى تم اعتقالهم الآن في السابق في الحصار الأول وفي الحصار الحالي. تم اعتقال رئيس قسم العظام دكتور مراد القوقة، تم اعتقال أيضا دكتور مونس محسن برضو دكتور عظام، أطباء الجراحة العامة تم اعتقالهم دكتور عصام رضوان، دكتور إياس البرش، أطباء العناية المركزة
تم اعتقال دكتور نهاد عابد، تم اعتقال دكتور كمال كشكو، تم إخراج وإلى الجنوب دكتور جهاد الجعيدي رئيس أقسام العناية المركزة والتخدير في هذا المجمع. لم يعد لدينا الآن كوادر طبية حتى لمداوات الجرحى في أماكن أخرى داخل قطاع غزة. في هذا المقام نناشد المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لإجراء تحقيق رسمي في تدمير منشآت مجمع في تدمير منشآت وزارة الصحة وخصوصا مجمع الشفاء الطبي للاطلاع على الواقع وما آلت إليه من مآلات مجمع الشفاء الطبي. توصيات في هذا المقام: في البداية نريد إنشاء مستشفى ميداني عاجل من أجل مداواة جرحانا. لا يوجد الآن في محافظة غزة أي مستشفى قادر على علاج مرضانا. اثنين، لجان تحقيق دولية فيما جرى في مجمع الشفاء الطبي في هذا الأمر من تدمير للمنشآت الصحية واعتقال الكوادر واستهداف الكوادر الطبية في هذا المكان. أنا كلفت بإدارة هذا المجمع من 14 يناير كمدير لإدارة مجمع الشفاء الطبي، دكتور مروان أبو سعدة استشاري الجراحة العامة من 14 يناير حتى هذه اللحظة. في السابق عملت في هذا المجمع كمديرا للجراحات، كنت رئيس الجراحين في هذا المجمع لمدة 7 سنوات. كل الوفود الطبية من الخارج كانت تأتي إلى مجمع الشفاء الطبي. مجمع الشفاء الطبي أيقونة العمل الصحي في قطاع غزة وفي وزارة الصحة الفلسطينية بالعموم. من لا يعرف غزة لا يعرف مجمع الشفاء الطبي، فمجمع الشفاء الطبي عالم في كل مكان. عندما كنا نخرج إلى الخارج للالتقاء بالزملاء كانوا يقولون: من أين أنتم؟ من غزة، من مجمع الشفاء الطبي. فهذا فخر على صدر كل عامل صحي وطبيب صحي وكادر صحي أن يكون ابن مجمع الشفاء الطبي. نحن الآن ألمنا كبير بتدمير هذا المجمع، لما تألم كما تألمت على فقدان بيتي وتدميره كما تألمت اليوم في هذا الصباح على تدمير هذا المجمع. هذا المجمع هو جزء من حياتي وحياة الآخرين في هذا المكان.